الفرق ما بين حزبك الجديد وحزبك القديم طبعًا. وإيه الفرق ما بينهم، ولا دي إعادة إحياء مرة تانية للحزب؟ ولكن طبعًا. أسمع الأول للأستاذ مدحت. أستاذ مدحت أهلا وسهلا بك، مشرفني بكل تأكيد. الله يخليك. يعني حضرتك قائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كان في البعض كان بيتكلم على أن الاشتراكيين أو اليسار كان ليه فرصة ذهبية في مجلس النواب اللي فات في الانتخابات البرلمانية، بس ما شفناكمش، ما شفناش اليسار. كان في ناس كتير بتتكلم على ان عايزين عداله اجتماعيه، عايزين، كان الفرصه قدامكم والارض مهيئه، بس فين اليسار؟ ما شفناش اليسار. وفين الديمقراطيين؟ وفين اللي عندهم رؤيه؟ الانتخابات معروف قصتها على الهوى من اطرافها اللي هم بيتصدروا المشهد البرلماني. انت اشتريت ده بكذا، وانت اشتريت ده بكذا، وانت دفعت كذا وخدت مني كتلتي، وانت سرقت مرة تانية. وانت سرقت قيمتي مره اولى، وانت سرقت قيمتي، وانت رشيت الناخبين، وانت عملت سكر وزيت بس بطريقه تانية. فقصه الانتخابات، ودي انتخابات اطاحها 70% من الشعب على الاقل بالارقام الرسميه، يعني ودي دلاله اكتر من دلالات التمثيل داخل البرلمان لما يهجر قرابة 3/4 الناخبين، مش الشعب طيب. بقى أكبر بترجع المشاركة اللي حضرتك شايفها ضئيلة. ده المشهد الأخير، لأنه هو في الآخر يعني في ساعة التصويت بيعكس المشهد اللي قبله كله. سيبك إن في الصندوق كذا، المشهد اللي قبله كله إيه؟ قانون الانتخابات. قوانين الانتخابات قوانين إقصائية صحيح. وقوانين تفضي، وإحنا قلنا ده من قبلها، تفضي لسيطرة رجال المال والأعمال والقوى التقليدية على البرلمان، ولا يوجد تفسير واحد لنظام القائمة المطلقة. القوى التقليدية اللي هي زي مين؟ القوى التقليدية اللي هي العصبيات اللي في الريف والعائلات الكبيرة ورجال الأعمال الكبار والمال السياسي، هي دي القوى التقليدية اللي دايما بتحكم في أي مجتمع. جماعات التغيير، لا، جماعات التغيير جرت الانتخابات دي وسط أكبر حملة حصار وتشويه واتهامات لجماعات التغيير و شباب من شباب الثورة. أنا مش عايز أقطع حضرتك، بس جزئية يعني القوة التقليدية دي إزاي كنا نجابها؟ إزاي نواجهها؟ هل من خلال إن القائمة تبقى أكتر، نسبتها أكبر، ولا كنت تشوفها لا لا لا، القوائم المطلقة دي موروثة عن النظم الفاشية. القوائم اتعملت ليه؟ عشان تتفادى عيوب النظام الفردي. النظام الفردي 50% زائد صوت بيعدم 50% ناقص صوت. فالبرلمان كده انت بتلاقي ملايين الاصوات بره، فقال لك نعمل قائمة نسبية والمجتمعات الديمقراطية بتتوسع فيها عشان نمثل اطياف المجتمع. مش امريكا كده؟ باوزانها النسبية. امريكا كدا؟ يعني لو جيت في كاليفورنيا نظام التصويت، لو عندك 40 صوت في كاليفورنيا مثلا يعني، وجيت خدت 50% زائد واحد، بتاخد كل حاجة، كل الاصوات، كل الكراسي. انا بقولش ده قانوني ولا مش قانوني، انا بقولك اللي بياخده بنظام القوائم، اللي بياخده بنظام القوائم بياخده بيه عشان يتفادوا فكرة انه ما هو لازم 50% زائد صوت يعدم 50%. فيقول لك طيب نعمل قوائم نسبيه، فالقوائم النسبيه دي تتيح تمثيل نسبي، فانا جايب 10% من اصوات الناخبين هاخد بيهم مقاعد، واللي جاب 70% هاخد. لكن كده بالقائمه المطلقه بتستولي على كل الحصص بتاعه الاقليه، ده حتى اللي جايب 35% وبيعيد خلاص يبقى هو كل. طيب القائمه المطلقه مش موجوده الحمد لله. تمام طيب. لا موجوده القائمة المطلقة، الانتخابات اللي فاتت دي جرت بنظام القائمة المطلقة، حتى لو كانت النسبة بتاعتها القوائم النسبية جرت في الانتخابات السابقة عليها، واحنا كنا حزب لسه. انا قصدي مش على كل الكراسي يعني، لا مش على كل الكراسي، مش على كل الكراسي، لا انا قصدي اقول ان احنا جمعنا ما بين مساوئ النظامين، واخد بالك؟ غير انه تقسيم الدوائر، طبعا في قصص كبيرة في تقسيم الدوائر، وهي في الإعادة بعد المحكمة الدستورية العليا أسوأ مما كانت قبل حكم الدستورية العليا. رجعنا لليسار؟ لا لا استنى اسمعني بس، اسمعني هرجع لك لليسار. ما أنت سألتني ليه اليسار، أنا بقول لك لا، ما هو في تلخيص لنتائج الانتخابات قالوا أحد الناجحين إنه أبطال، وأنا هحط أبطال بين قوسين يعني، 30 يونيو انتصروا على نفايات 25 يناير، واخد بالك؟ مين اللي قال كده؟ ما هو يعني ما في ناس كتير شايفين اصل بص في اقوال شاذه دايما ممكن طيب في اي وقت تشوف اقوال شاذه. هناخد الخط الرئيسي. طيب الخط الرئيسي هو الاتي، انه ما جرى للاحزاب، وعشان نوصل برضو للانتخابات، واخد بالك؟ الانتخابات اللي هي مش ما دخلهاش اليسار وما دخلهاش عمرو الشبكي، ولو الدكتور دراج مش هيخشها، ولو واي حد ديمقراطي، قوانين الانتخابات والمسار السياسي الكامل اللي فيه حملة على الأحزاب وعلى الديمقراطية وعلى شعارات الثورة كان بيفضي لنتيجة معينة حذرنا منها. حتى احنا قلنا ايه، كنا بنسأل فنقول احنا هنحاول نعمل اختراق، سميناها كده اختراق، عشان الصوت ده يبقى مسموع، لان في هيمنة كبرى للمال السياسي، وفي برضو كان بعض الحاجات اللي لها طابع طائفي والإسلام السياسي وغيره، فقلنا ان احنا
بنحاول نعمل اختراق في مشهد عسير جدا وصعب جدا، لانه اذا رجعنا لقصة الاحزاب والقصة الانتخابات هي تراجعت وانحصرت في ارتباط بتراجع وحصار وانحصار الصبر. واخد بالك، تراجعت وانحصرت الاحزاب، لان انت الاحزاب هي ايه؟ الاحزاب انت بتنشأ عندك رئات، طبعا بالذات بقى لما نقول اليسار هيبقى اوضح يعني، لان في واحد يقول لك انا ممكن اشتري نواب واعمل كتلتي البرلمانيه بعد الانتخابات، واخد بالك، من المستقلين، وهدي الواحد مثلا مرتب 10,000 او 20,000 جنيه في الشهر، وسمعناها من ناس من اللي يعني زعماء احزاب كبار يعني، بس مش الاحزاب المهيمنه في البرلمان، اخرين معهم فلوس، واخد بالك. في فبالتالي فكره المال السياسي دي فكره يعني كانت على الهوى بينهم هم نفسهم بيقولوا فيها، الدفع فينا كذا والدفع كذا واتخطف مننا كذا. النقطة الجوهرية في المشهد اللي جرى، الديمقراطية برضو لها سلبيات. طب ما هو ترامب موجود في امريكا وهو صديقي لما يكون يعني بنتكلم على آل جور، لا بس في كسب جورج دبليو بوش وهو كان افضل منه، تمام يعني، بس في مسؤول الديمقراطية، في مسؤول عن ده، في طبيعة نظام سياسي وطبيعة قوانين وطبيعة توجهات وطبيعة ارتباطات لمؤسسات الحكم. يا اما تنتج برلمان يدي فرصة اللي عاوز انتخابات يمثل فيها جماعة التغيير والشباب، هياخد بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة، ويديك انت. احنا كنا بعد الثورة بشهر اشهرنا حزبنا وعملنا كتلة الثورة مستمرة، خدت 9 مقاعد بعد الثورة بشهر، 9 مقاعد في واحنا لسه يدورك بنقول ما معناش فلوس ولا اي حاجة، وجبنا حوالي 800,000 صوت او 800,000. ده يرد على ان الفلوس ممكن تعمل كل حاجه، جاب 9 اصوات بالفكره برضه. لا لا بس لا لا، من كام؟ لاحظ متغير. انا بقول لك الانتخابات اللي بعد الثوره اللي جرت بنظام القوايم النسبيه، انما بعد كده حصلت قصه كبيره. الاحزاب شاركت في جبهه الانقاذ، والاحزاب بقى في الحقيقه هي من يعني لها بطوله في موضوع 30 يونيو و25 يناير. بالمناسبه ايضا هي 25 يناير طريق طويل أنتجته قوة كثيرة طبعا. يعني أنتجته جماعات التغيير، أنتجوا أطباء يعني بلا حقوق، مهندسون ضد الحراسة، جمعية الوطنية للتغيير، كفاية مش عارف كذا، في مخاط طويل لسنوات طويلة، وفي الآخر المصريين نفسه. فإحنا ما بندعيش إن إحنا مثلا إيه اللي فجرنا السبب، بس بنقول إنه إيه، لا في بطولة جماعية كبرى حصلت، واخد بالك، رفع شعارات معينة. هل بقى هذا المشهد الجماعي ده ترك لشأنه ولا كان مطلوب تصفيته وان الناس تنسى ال 18 يوم اللي عاشتها في الميادين؟ انت شايف ان هو كان مطلوب تصفيته؟ طبعا في قوه كثيره. طيب، كان عندها مثالها الاعلى، يا اما استعاده الدوله السلطويه او الدوله الطائفيه. الصراع في مصر كان ولا يزال ما بين 3 مشاريع، دوله على النظام المباركي، سلطويه امنيه استبداديه، ودوله على صوره مصر الجديده شفناها في الميادين، القداس مع صلاه المسلمين، والبنت بتعمل البيان والشبان يكنسوا الميدان، والاطياف المختلفه قاعده بتعمل، والدوله الطائفيه، وما زالت 3 مشاريع موجودين، الصراع بينهم لم يحسم بعد.